أتت لحظة العدالة، شعار التف حوله المصريون واللبنانيون في الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي تزامنت مع بدء عمل المحكمة الجنائية المعنية بتقديم مرتكب هذه الجريمة إلى العدالة. الحمد لله وأن رفيق الحريري قضى في حربه على التخلف والأمية، ولكن أيضا الحمد لله أنه لم يعش في زمن أصبحت فيه الانتصارات الإلهية أشبه بالهزائم النكراء. كم من رؤساء وزراء قتلوا في أحداث لكن لم يتحرك العالم لتشكيل محكمة دولية إلا من أجل رفيق الحريري. محبي الحريري أتوا من كل حدب وصوب للمشاركة في إحياء ذكراه. رفيق الحريري شخصية لها وزنها ولها قيمتها لدينا جميعا، لا في لبنان وحده ولكن في المنطقة العربية ككل. فعلا النهاردة أنا جاي عشان رفيق الحريري تحديدا وشخصيا، هذا لأن أنا من محبيه وبحب شخصه وبحب سياسته وعايز هذه السياسة وهذا الفكر يسود وينتصر وينتشر في كل أرجاء مش لبنان بس، في المنطقة العربية كلها. عندما توليت رئاسة المجلس الأعلى لجامعة بيروت العربية إلى جانب رئاسة الجامعة الإسكندرية كان حدث الاستشهاد، فخرجنا دفع باسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. النائب مصطفى علوش حضر إلى القاهرة حاملا رسالة من النائب سعد الحريري إلى اللبنانيين والمصريين مؤكدا أن لبنان فقد راعي الوطن. لا شك أنني أشعر بالفخر والاعتزاز بأن أكون اليوم هنا لنحتفل بذكرى الرجل الكبير الذي استشهد منذ 4 سنوات، وهي مناسبة أيضا للتأكيد للشعب المصري بأن بعض الحملات المغرضة التي انطلقت من لبنان هي لا تمثل حقيقة الشعب اللبناني ومحبته تجاه مصر. الرئيس الشهيد سيبقى في الوجدان، فهو أنموذج لعبقرية إنسان، هكذا أجمع كل من التقاه يوما أو سمع بما قدمه للبنان من إعمار وحب وتسامح وأمل في المستقبل. رفيق الحريري لم يمت. تجديد للوفاء بالعهد للرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكراه الرابعة، وفاء ليس فقط من أهل لبنان ولكنه من كل مصري وعربي هزته جريمة اغتيال زعيم كرس حياته لوطنه وأمته. شريف فؤاد، أخبار المستقبل، القاهرة.